السلام عليكم. هدف هذا الشريط هذا هو باش ندلي واحد الشهادة في حق سي عمر بلافرج. سي عمر بلافرج تنعرفه منذ سنين، عاشرته كمناضل سابق ديال حزب الاتحاد الاشتراكي وكرئيس سابق ديال مؤسسة عبد الرحيم بوعبي وكمدير العام ديال شركة تكنوبارك. عرفته كذلك كفاعل جمعوي ساهم بدعم النشاط الثقافي والفني ديال الشباب المغربي من خلال الدعم ديالو لجمعية البولفار. فقرر سي عمر بلافرج باش يتقدم في الانتخابات المحلية اللي غادي تجري في بلادنا شهر شتنبير ان شاء الله. واللي يمكن لي نقول بكل قناعة وهو سي عمر بلافرج ماشي من هذوك المرشحين اللي تيتقدموا للانتخابات باش يقضيوا الاشغال ديالهم الشخصيه. شك بان سي عمر بلافرج يمكن له يقوم بالدور ديالو كمنتخب محلي بواحد الصفه اللي يمكن نقول عليها مثاليه، حيت القيام اللي تربى فيها والتجربه اللي عنده واللي اللي متوفرة عنده هي تجربة كلها كانت في صالح خدمة الآخرين وخدمة صالح. شك بأن سي عمر بلافرج يمكن له يقوم بالدور ديالو كمنتخب محلي بواحد الصفة اللي يمكن نقول عليها مثالية، حيث القيام اللي تربى فيها والتجربة اللي عنده واللي اللي متوفرة عنده هي تجربة كلها كانت في صالح خدمة الآخرين وخدمة صالح. المشكلة الحقيقية هي في إقناع وجوه جديدة اللي تنتمي لهذه القيم اليسارية لخوض المعركة على المستوى السياسي. والمثال اللي تيعطيه سي عمر بلافرج بهاد المبادرة هو مثال اللي تنتمناو بأن غادي يتبعوه واحد العدد كبير ديال الوجوه الجديدة اللي بانت في بلادنا واللي تنعرفو بأن تتواجد فيها هاد القيام ديال اليسار. وشكراً.